أنا جون جمال، أخصائي الطب النفسي، معايا البورد العربي للطب النفسي، وده شهادة ممارسة الطب النفسي في الوطن العربي كله وفي بعض الأماكن خارج الوطن العربي زي يوكي. اتدربت وتعلمت الطب النفسي لمدة 5 سنين تدريب في مستشفى أستاذ دكتور يحيى الرخاوي، وتعلمت هناك to manage cases، إن أنا إزاي أشخص، إزاي أعالج بالأدوية والعلاج النفسي الانديفيديوال والجروب ثيرابي. الانديفيديوال ثيرابي اتدربت تحت إشراف دكتور يحيى. الابروتش اللي أنا بستخدمه مين للديناميك ثيرابي، اللي احنا بندخل جوه اعماق البني ادم اكتر، نشوف ايه السبكونشس بروسيس اللي بتطلع الاعراض والامراض النفسيه بتاعته. اتعلمت واتدربت كمان عن الجيشتالت ثيرابي، وطبعا مبادئ الهيومانيستيك ثيرابي او العلاج الانساني المتمركز حول العميل مشترك مع الديناميك والجيشتالت ثيرابي. اتدربت كمان على الجروب ثيرابي تحت اشراف دكتور يحيى ودكتور رفعت محفوظ، الفور ستيب انتجريتيف موديل. اكتر ناس بحب اشتغل معاهم الادلت سايكايتري، الادلت جنرال سايكايتري زي الدبريشن، الانكزايتي، اضطرابات الشخصيه، البيرسوناليتي ديس اوردرز. بحب اشتغل مع المراهقين ومشاكلهم وصراعاتهم مع اهلهم، بما فيه الفاميلي ثيرابي، ازاي الانتر اكشنز بينهم بتبقى ليها دور في تكوين الاعراض بتاعتهم. الثيرابي بالنسبة لي هو خبرة مغيرة للحياة فعلا، يعني شفت وتعلمت انه الثيرابي ممكن يخلي البني ادم كأنه بيتولد من جديد، يعني كأنه بيكون نفسه من اول وجديد علشان يعيش حياة هو يستحقها ويستمتع بيها. لو انت تعبان دلوقتي، عندك مشاكل في العلاقات، في تنظيم مشاعرك، في صراعات مع العيلة، في هويتك، ازاي تكون نفسك، الثيرابي دلوقتي بقى اقرب عن طريق 07 ثيرابي.